في هذا الصندوق في كاميرا جدا مفيدة لهواة تصوير الأكشن وتوثيق رحلاتهم. شوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم رايد الأحمدي من قناة www.youtube.com/999RORE. اليوم بستعرض لكم أو برجع لكم كاميرا MUVI إصدار K2. هذه الكاميرا هي من شركة فيهو. هذه الكاميرا هي شبيهة بالجوبرو لكن فيها مواصفات أكثر من الجوبرو وسعرها أقل من الجوبرو، فتعطيك يعني استثمار لما تبي تدفع مبلغ مناسب تعطيك مواصفات جدا عالية. طبعا بالنسبة للسعر وطريقة طلب الكاميرا من موقع AABWorld حذكرها إن شاء الله في نهاية ذا الفيديو. وفي منتصف هذا الفيديو راح يكون في عرض لقطات صورتها عن طريق هذه الكاميرا، نفس هذه الكاميرا صورت لقطات تحت عمق 20 متر تحت مستوى سطح البحر، وصورت لقطات جدا حلوة حعرضها لكم إن شاء الله في منتصف هذا الفيديو. يعني هيكون في بداية الفيديو هذا مقدمة بوكسينج، في وسط الفيديو في عرض لقطات صورتها عن طريق هذه الكاميرا، في نهاية الفيديو السعر وطريقة طلب الكاميرا. الكاميرا هذه أول شيء أول ميزة فيها إنها ضد الموية، إن يجي معها كيس أو غلاف ضد الموية. العمق 100 متر، يعني تعرفون الجو برو تغوص تحت الموية لكن 40 متر، هذه 100 متر. 100 متر ركب الكيس أو هذا الغلاف ونزل تحت سطح البحر. ثاني ميزة فيها انها تصور فول اتش دي ب60 فريم في الثانية، وتقدر تصور 120 فريم في الثانية عشان سلو موشن والسلو موشن ب720p اللي هي اتش دي فقط وليس فول اتش دي. وايضا تصور صور ثابتة بدقة 16 ميجا بكسل، يعني اكثر من الجوبرو. الجوبرو هي 12 ميجا بكسل. الكاميرا هذه فيها واي فاي تقدر تربطها على الجوال وتشوف الشاشة حقتها على طريق الجوال. وايضا فيها شاشة تقدر تركب لها شاشة تجي معاها مجانا تقدر تركبها عليها، لكن انا ما افضل استخدام الشاشة عشان تستهلك بطارية. بطارية هذه الكاميرا هي 1500 ملي امبير، راح تكفيك تصوير لمدة اكثر من 3 ساعات، وتعتبر هذه مدة اكثر من الجوبرو. البرو هي ساعتين فقط تصوير، اما هنا 3 ساعات بسبب ان هذه بطاريتها 1500 ملي امبير، اما الجوبرو هي 1250 ملي امبير فقط. طبعا الكاميرا جدا رائعة شكلها يعني كذا يحس كانها كاميرا اكشن، كذا كاميرا احترافية يحس شكلها، وكمان صغيرة في نفس الوقت، وزنها كمان مو ثقيل، فتقدر تستخدمه وتشيلها بريحية جدا تامة. هذا الكاميرا تصور بزاوية 140 درجة، فتعطيك زاوية جدا واسعة. حنشوف ان شاء الله في منتصف الفيديو في اللقطات اللي صورتها عن طريق هذه الكاميرا حتلاحظون الفرق بين تصويرها وتصوير الكاميرات الثانية. حتشوفون ان هذه تلتقط لك زاوية جدا واسعة هذه الكاميرا البسيطة. وهذه هي كاميرات الاكشن دائما تجي كذا الزاوية حقتها واسعة. العلبة طبعا حقتها اول شيء نقول انها فخمة جدا، ومن داخلها كذا فيها سفنج على شكل سفنج جدا فخم كذا، ويستحمل ضربات لو طاحت الكاميرا وما طاحت، فهذا يكون جدا حامي لها هذا الكيس عشان تشيل فيها الكاميرا. وايضا هذا لو بتسجل صوت، يعني كمعلومه لكم لو بتسجل صوت في الهواء خذ هذا الكيس وحطه في اتجاه عكس اتجاه الهواء، وحط الميكروفون جوه هذا الغلاف او جوه هذه العلبه، هذه السنجه اللي داخل العلبه راح يعزل لك صوت الهواء وراح يديك صوت جدا نقي. هذا يعني للفائده. طبعا يجمع الكاميرا اول شيء يجمع 3 ملصقات تقدر تلصق في السياره، تلصق في اي مكان عشان تقدر تسوي فيها اي شيء انت تبغاه. ويجي معاه محولات لشكل الكاميرا، يعني مثلا كانت الكاميرا على جنب كذا تركب ذا المحول اللي هو البلاستيك فيها، يصير الكاميرا بالشكل الطولي، فتقدر تلعب فيها لعب على كيفك. طبعا انا ما اكتفيت بهذه المحولات وهذه الادابترز اللي جابت معاها، طلبت ايضا اكسسوارين اضافيين مع الكاميرا. طلبت هي الربطه تبع الراس، طلبتها تركب على كاميرا عشان تصوير ما التصوير. وايضا طلبت تركب في القزاز، هذه المسكه حقت القزاز عشان تقدر تصور فيها، تركب على قزاز السياره على قزاز على اي سطح ملس وتصور فيها. وايضا هي جت معاها من الموقع هديه، جت معاها عصا سيلفي، وايضا جت معاها ذاكره 32 جيجا بايت كلاس 10، تعطيك جدا مساحه تخزين كبيره ومساحه تصوير جدا طويله. وهذه هي طريقة تركيب البطارية والذاكرة والشاشة. الحين تقدر تشغلها من هذا الزر هنا اوف زي ما تشوفون، تسحبها على الجهة الثانية حتصير اون. بس انا مثل ما قلت لكم انا ما احب استخدم الشاشة، مع ان الشاشة يعني تعرض لك المشهد اللي قدامك، لكن ما احب استخدمها. ليش؟ لاني استغني عنها واشغل هذه الكاميرا على طريق الجوال اشوف الشاشة، واحسركم قاعد شوية كيف تقدر تشوفها على الجوال. وما استخدم الشاشة عشان كمان البطارية، عشان ما تسحب البطارية نفك الشاشة خلاص ما نحتاجها، خلاص فكنا الشاشة. الحين شغل الكاميرا مثل ما قلت لكم، هنا تسحب ذا الزر على اون تار حيجيكم هنا. طبعا الشاشة اللي حنستخدمها هذه الصغيرة، شاشة الحبر هذه جدا مهمة، وهي اهم شاشة في الكاميرا كلها، اهم من ذيك كثير، فيها الاعدادات تقدر تتحكم فيها كل شيء. طب الحين اشرح لكم
الشاشة بشرح مبسط كذا زي ما يقولون. أول شيء هذا الوضع اللي احنا فيه، وضع الفيديو، بعد تلك الدقة اللي انا حاطة 1080p 60 فريم الثانية. طبعا تقدر تعدلها كلها بدون حصر، ممكن تعدلها. هنا عدد اللقطات، لحد الآن انا مسجل على الذاكرة 4 لقطات في 4 فيديوهات او 4 صور على الذاكرة. وهنا آخر شيء عدد الساعات اللي حتكفيك تصوير في الذاكرة. الذاكرة حتكمل لي تصوير زي ما تشوفون هنا عندي في 3 ساعات و59 دقيقة تقدر تصور الذاكرة، بعدها حتطفي. هنا آخر شيء البطارية زي ما تشوفون 4 و3 أمبراج، وزي ما تشوفون هنا علامة الحمراء دي، هذه معناه إن الكاميرا شغالة لكن ما جت تصور. لأن تصور هذه ترمش اللمبة الزرقاء هنا جنبها، تقوم ترمش معناتها إنها بدأت تصور. طيب الحين نشرح الأزرار بشكل مبسط. أول شيء هذا الزر تشغيل تصوير، بتصور فيديو على طول تضغط على الزر. هذا الزر اللي هنا اللي فوق لتصوير الصورة إذا تصور صورة، وهذا الزر لإيقاف تسجيل فيديو. لو سجلت فيديو توقفه من هنا مثلا، الحين بضغط هذا تشوفون إنه يبدأ، راح يبدأ يسجل فيديو. حتشوفون إنه بدأ يسجل فيديو، هذه بدأت ترمش حقت لمبة الفيديو. خلاص بهذا الشكل نضغط على هذا الزر راح يوقف تسجيل الفيديو. خلاص وقف تسجيل الفيديو ونحفظ الفيديو عندي في الذاكرة. طيب الحين الزر الأخير الموجود في الكاميرا تقريبا على هذا زر الواي فاي، الحين موجود الواي فاي أوف، تسحبه وتخليه على جهة الواي فاي، خلاص كذا اشتغل الواي فاي. طب الواي فاي ايش نستفيد منه في الكاميرا؟ الواي فاي نستفيد منه انك على جوال تحمل برنامج، سواء جوالك ايفون او اندرويد. البرنامج وظيفته انه يعرض لك شاشه هذه الكاميرا وتقدر تتحكم فيها عن طريق جوالك. بس نشوف الحين، ندخل على الاب ستور او اذا عندك اندرويد جوجل بلاي، وتدخل على هذا البرنامج، تحمل هذا البرنامج انا محمله سابقا. بعد تضغط بعد ما تحمل البرنامج تروح على شبكات الواي فاي اللي انت متصل فيها الاعدادات، وتحط الشبكه تحصل هذه اسم الشبكه. الباسورد حقه حيطلب منك الباسورد، انا سجله سابقا. الباسورد حتحصله في الكتالوج تبع الكاميرا، افتح كتالوج الكاميرا حتحصل الباسورد حق كاميرتك. خلاص انا كذا اتصلت فيه، انا حاطه باسورد وكذا سابقا. الحين نروح خلاص بقى، اذا حملته كل شيء واذا حطيت شبكه الكاميرا نروح ندخل على برنامج هذا هو. تضغط على هذه السهمين راح يسوي اتصال مع الكاميرا. الحين هذه الشاشه اللي فوق الصغيره هي اللي تم عرضها الصوره اللي تم عرضها في الكاميرا نفسها، واللي هي الشاشة الصغيرة. وفي أيضا 4 إعدادات تشوفونها تحت. أول شيء إذا تبغى تصور فيديو تخليه على إعداد أول، تبغى تصور صور تخليه في إعداد الثاني، تبغى تصور لقطات سريعة على إعداد الثالث، تبغى تروح للصور اللي صورتها سابقا ترجع لها تشوفها من هنا، تضغط على علامة السهم دي اللي ورا حيوديك للصور اللي صورتها سابقا. حرف التي هذا يسوي زوم في الكاميرا، أنت تسوي زوم الحين على الصورة. حرف الدبليو يسوي زوم أوت أو زوم إلى الخارج. علامة الفيديو هذا راح يبدأ التسجيل إذا ضغطت عليها. هذا بالنسبة للجهة اليمين. الجهة اليسار تشوف عدد اللقطات صورتها زي ما تشوفون عندي 6، وتحت فيها البطارية. ندخل على السيتنجز مثلا، تقدر تغير حجم الإطار الفيديو من هنا بدل ما تغير من الكاميرا، الحين محطوطة فول اتش دي. وتقدر تغير بعد بعض الإعدادات أخرى، حتى 16 ميجا بكسل تقدر تخليها 12 ميجا بكسل، وتقدر تلعب فيها على كيفك. وفي إعدادات يعني كثيرة تقدر تصفحها فيما بعد إذا أخذت الكاميرا. طيب الحين بوريكم صورة وصورتها بالايفون وصوره صورتها بذي الكاميرا من نفس المكان، وشوفوا فرق الزاويه الواسعه وش فائدتها. راح تلاحظون ان الزاويه جدا كبيره في الكاميرا نفسها ذي، والزاويه الايفون صغيره. طيب الحين خلاص نقفل الواي فاي عشان اشرح لكم عدد باقي اعدادات الكاميرا. خلاص قفلنا الواي فاي بهذا الشكل. طيب لو تبغى تدخل عن طريق على اعدادات الكاميرا من هذه الشاشه بسيطه، معناها اهم شيء عشان مثل ما قلت لكم تطول على زر التصوير، تطول عليه مو تضغط مره واحده، تضغط مره واحده حيصور، طول عليه كذا. هذا وضع التصوير التسجيل بدون صوت، هذا وضع التسجيل الاوديو بس صوت، وهذا وضع التصوير التايم لابس، وهذا وضع التصوير المؤقت، وهذا وضع التصوير الفيديو مع الصوت مع الصور. اضغط صور وتصوير فيديو، وهذا الصور، وهذا الصور متابعه، وهذا ايضا صور، وهذا المؤقت للصور، وهذا مانيوال. هذا المانيوال تقدر تعدل فيه كل شيء. ندخل على المانيوال مثلا، الحين تبغى تعدل في المانيوال في الاعدادات حقت الفيديو، ولا في اعدادات الصوره، ولا في اعدادات الكاميرا نفسها. مثلا ندخل على اعدادات الفيديو، تدخل عليها تدخل عليها بهذا، هذا يقلب الخيارات، هذا يقلب الخيارات، هذا ايش اسمه هذا يدخل، هذا يقلب الخيارات. هذا الخيار الاول نتعدى مثلا، هذا الخيار الثاني تبغاه كم، انا حاط مثل ما تشوفون 1080 بي في 60 فريم في الثانيه. عرض زاويه التصوير هذا وين حاطه وايد اللي اكبر شيء، تقدر تعدلها تدخل عليها عن طريق هذا الزر وتعدلها من هذا الزر. وهذا ايضا خيارات اخرى للتصوير تقدر تعدل فيها على كيفك. طبعا فيها خيارات جدا جدا كثيره، ما تصورون قديش كمية الخيارات. تقدر تعرف الخيارات، أنا مستحيل أشرحها في هذا الفيديو لأنه ممكن يبغى لك أقل شيء 20 دقيقة عشان أقدر أشرحها،
لكن تقدر تعرف الخيارات والميزات الموجودة في هذه عن طريق السي دي الموجود مع الكاميرا اللي وريتكم اياها في البداية في صندوق الكاميرا. هذاك موجود في كتالوج كامل في السي دي، هذاك كتالوج كبير جدا تقريبا 30 صفحة يشرح لك كيف تقدر تعدل في اعدادات هذه الكاميرا عن طريق هذه الليزرية الثلاثة بس. صراحة تقدر تسوي اشياء جدا كثيرة في الكاميرا وتلعب فيها على كيف كيفك. طيب الحين حنعرض قدامكم بعض الفيديوهات المصورة عن طريق هذه الكاميرا نفسها، كاميرتي هذه صورت فيها بعض الفيديوهات. اول شيء فيديو غوص، هذا فيديو غوص اشكر جدا جدا الغواص عمر اليوبي، ساعدني في التقاط هذا الفيديو، او هو اللي صوره على الكاميرا وهو صوره ما قصر الله يجزاه خير. تحت 20 متر الى 30 متر تحت البحر صور تصوير جدا صراحه رائع تحت البحر، مع ان البحر ما كان صافي في ذاك اليوم اللي صور فيه، عشان كذا جاتكم الصوره ما هي واضحه تشوف كذا غباش في البحر. لكن صراحه اشكر جزيل الشكر انه ساعدني في التصوير ما قصر صراحه معايا. وشوف هذه بعض اللقطات او بعض الفيديوهات اللي صورها، وايضا هنا ما شاء الله تبارك الله زي ما تشوفون صاد احد السمك، وافقت انه كان يصور وجت سمك وصادها. زي ما تشوفون تصويرها تحت البحر تقريبا، هذا اللي الحين جاي يصور تقريبا 20 متر تقريبا في حدود 20 متر تحت مستوى البحر الحين. وزي ما تشوفون الكاميرا جالسة تشتغل بدون اي مشاكل تحت البحر. هذا بالنسبة للتصوير تحت البحر. غير كذا انا صورت جربت التصوير في السيارة، جربت اسوي تايم لابس في السيارة، هذه بعض الصور او بعض اللقطات اللي صورتها بالتايم لابس في السيارة. وايضا صورت ايضا في المنطقة ما فيها سكان، صورت فيها عن طريق السيارة، ركبتها في السيارة لو بسوي يعني فيلم او شيء كذا تسوي فيها. زي ما تشوفون طلعت كمان لقطات حلوة ورائعة بهذه الكاميرا باستخدام المثبتات اللي استخدمتها. طبعا بالنسبة للغوص استخدمت المثبت اللي طلبته مع الكاميرا اللي هو هذا مثبت اللي حق الراس، تركب الرابطة للراس، ربطة للراس وتصور فيها. هذا استخدمناه تصوير تحت الموية، واستخدمت المثبت اللي يلصق في القزاز اللي عرضته لكم في بداية الفيديو لتصوير اللقطات اللي في السيارة عن طريق تثبيت عطري على قزاز السيارة. طيب إذا تبغى تطلب هذه الكاميرا أو هذه القطع اللي أنا أخذتها عندي، تقدر تطلب عن طريق موقع aabworld.com. هذا الموقع موقع كويتي، هو وكيل معتمد لشركة فيهو اللي هي تبع الكاميرا ذي، وأيضا هو موقع كبير جدا لمعدات التصوير، توفر فيه جميع معدات التصوير. لو تدخل على الموقع كده تحصلون فيه معدات تصوير، معدات تصوير تسجيل صوت، صراحة موقع جدا كبير، وتحصل تقريبا في أي شيء متعلق بالتصوير حتحصله هنا. تقريبا 99% من معدات التصوير حتحصلها هنا، جرب دور حتحصل كل شيء، وأيضا يوفر لك ضمان. بالنسبة للكاميرا عليها ضمان 3 سنوات، وتقدر إذا دخلت الموقع أو ما تدخل الموقع تحصل العملات هنا، حول العملة إلى SAR حتصير بالريال السعودي العملات تظهر لك، المنتجات اللي هنا تطلع لك. طبعا هذا رابط الكاميرا اللي عندي، احط لكم الرابط نفسه اسفل الفيديو، ورابط للصق اللي تلصق على القزاز كلها احط لكم رابطها في اسفل الفيديو ذا في الوصف. طبعا زي ما تشوفون اذا طلبت الكاميرا حيجيك معاها هديه، العصا اللي هي عصا السيلفي، وايضا حتجيك معاها هديه ذاكره 32 جيجا بايت، يعني هذه هديه من الموقع تجيك هذه الشيئين، وايضا عليها ضمان زي ما تشوفون 3 سنوات على نفس الموقع من الموقع نفسه. خلاص اذا صار اي مشكله في الكاميرا، مشكلة تقنية، شيء تواصل معاهم 3 سنوات الضمان. طبعا الموقع يشحن لك إلى جميع دول الخليج، يشحن إذا كان الأشياء اللي بتشتريها فوق 50 دينار كويتي حيكون الشحن مجاني. طبعا زيكم تشوفون الكاميرا هذه سعرها 99 دينار كويتي، فيكون الشحن مجاني للسعودية وجميع دول الخليج الثانية. فخلاص طريقة الطلب جدا بسيطة، تضغط هنا إضافة إلى العربة وتكمل هنا المواصل لإنهاء الشراء، سواء تسجل الدخول أو تكمل إنهاء عملية الشراء كزائر، وتكمل باقي الخطوات، تعبي عنوانك ومعنوانك. طبعا الموقع يقبل هذه الباي بال والفيزا وماستر كارد، وايضا يقبل الشحن الدفع عند التوصيل، فموجود فيه طرق كثيره للدفع، ما عليك الا انك تطلب وحتوصلك ان شاء الله المنتجات بالسلامه للدوله اللي انت فيها في الخليج العربي. طبعا سعر الكاميرا هو 2250 ريال سعودي، وهي تقريبا ارخص من الجو برو بنسختها الثنتين. الجو برو لو ننزل هنا نشوفها، الجو برو النسخه الفضيه 1500 ريال، والنسخه السوداء 1800 ريال. بهذا الشكل انتهت من ذا الاستعراض، ارجو اني ما طولت عليكم، لا تنسوا عمل الاشتراك في القناه، وايضا عمل لايك لهذا الفيديو، سوي لايك لهذا الفيديو. تقريبا اشتغلت على هذا الفيديو في حدود 10 ايام، وتقريبا صورت في اكثر من 5 أو 4 مناطق تصوير كلها عشان اطلع لك الفيديو اللي مدته تقريبا اقل من 10 دقائق، فسوي لايك عشان يعني تقدير كذا بسيط منك، ويكون محفز لي كبير اني اقدم افضل وافضل ان شاء الله في المستقبل. وايضا سوي مشاركه لهذا الفيديو، خذ رابط الفيديو وحطه في فيسبوك تويتر. شاكر ومقدر لكم مشاهدتكم، كان معكم اخوكم رائد الاحمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.